المورد السادس عشر الكامل في التاريخ الجزء العاشر في صفحة 200. ثم دخلت سنة 600 هجري 600 هجري ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلد الإسلام والصلح معهم. قال صاحب الكامل في التاريخ ابن الأثير: في هذه السنة خرج كثير من الفرنج في البحر إلى الشام، وسهل الأمر عليهم بذلك لملكهم قسطنطينية، وأرسوا بعكا وعزموا على قصد البيت المقدس حرسه الله على قصد البيت المقدس واستنقاذه من المسلمين. فلما استراحوا بعكا وساروا فنهبوا كثيرا من بلاد الإسلام بنواحي الأردن وسبوا وفتكوا في المسلمين. أين أنتم يا حكام المسلمين؟ يقول: فنهبوا كثيرا من بلاد الإسلام بنواحي الأردن وسبوا وفتكوا في المسلمين، وحكام الإسلام منشغلون فيما بينهم على الأموال والمناصب والرشا والسلطة. وكان الملك العادل بدمشق، فأرسل في جمع العساكر من بلاد الشام ومصر، وسار ونزل عند الطور بالقرب من عكا لمنع الفرنج من قصد بلاد الإسلام. ونزل الفرنج من بمرج عكا وأغاروا على كفر كنا، فأخذوا كل من بها وأموالهم. لاحظ، إذن الآن أيضا الفرنج أغاروا على كفر كنا فأخذوا كل من بها وأموالهم. سبيت الناس، نساء، أطفال، شيوخ، رجال، مدن كاملة تسحق تباد من هذا الطرف ومن ذاك الطرف. يقول: والأمراء يحثون العادل على قصد بلادهم ونهبها فلم يفعل، فبقوا كذلك إلى أن انقضت السنة، وذلك سنة 1600. هذا الملك العادل، هذا الذي وصفه بتلك الأوصاف البطولية الخارقة واتفق على تلك الأوصاف الجهمي والتيمي، يعجز العادل عن حماية بلاد الإسلام. تنتهك الحرمات وتباد المدن بأهلها، ويسبى جميع الناس في تلك المدن، وهو عاجز لا يفعل شيئا، لكنه تجده أسدا على أبناء أخيه، على أبناء صلاح الدين وعلى أحفاد صلاح الدين وعلى الزنكين. يقول: والأمراء يحثون العادل على قصد بلادهم ونهبها فلم يفعلوا، فبقوا كذلك إلى أن انقضت السنة، وذلك سنة 601. يقول: فاصطلح هو والفرنج على دمشق وأعمالها وما بيد العادل من الشام، ونزل لهم عن جميع المناصفات في الصيدة والرملة وغيرهما، وأعطاهم ناصرة وغيرها. ما هذه الذلة؟ يقول: فاصطلح هو والفرنج على دمشق وأعمالها وما بيد العادل من الشام، ونزل لهم عن جميع المناصفات في الصيدة والرملة وغيرهما، وأعطاهم ناصرة وغيرها، وسار نحو الديار المصرية. أقول: قاتل المسلمين وأرحامه الأيوبيين وأسياده الزنكيين، فسفك دماءهم وأخذ البلدان منهم، ثم سلمها للفرنج الصليبيين. إنه فعلا الملك العادل حسب مقاييس ابن تيمية.